اليوم تم التوقيع على وثيقتين بمقر رئاسة الحكومة، الأولى تتعلق باتفاق اجتماعي والثانية بمؤسسة الحوار الاجتماعي. إننا نعتبر في الاتحاد المغربي للشغل بعد هذا الحوار وهذه المفاوضات وصلنا إلى نتائج هي من مخرجات الحوار الاجتماعي: الرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% على دفعتين، توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي، التخفيض الضريبة عن الأجور اللي كنا كأجراء كنخلصوها بواحد النسبة عالية تصل إلى 38%، ثم الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة لباقي الأطفال، وكذلك مجموعة من النقاط كالدرجة الجديدة، كحذف السلاليم الدنيا. ولكن بالنسبة لنا في الاتحاد المغربي للشغل يبقى ذلكم المطلب الذي طالما نادينا به وناضلنا من أجله، وهو ذلكم الشرط المسؤوم ديال استيفاء 3240 يوم بالنسبة للأجراء ديال القطاع الخاص باش يمكن لهم يستفدوا من معاش، وإلا كيخرجوا المعاش بصفر درهم. فاليوم بعد نضال الاتحاد المغربي للشغل استطعنا باش نحذفوا هذا الشرط، وابتداء من هذا الشهر ديال ماي الأجراء غادي يتقاضوا التعويضات ديالهم بدون هذا الشرط ديال 3240 يوم. واللائحة طويلة لكل ما حققناه. إن في الاتحاد المغربي للشغل بالطبع كحركة نقابية لنا مطالب ولنا مجموعة من النقاط التي ما زالت عالقة، ولكن استطعنا انتزاع ما يمكن انتزاعه، وتم تحسين العرض الحكومي الأولي بفضل كفاءة وخبرة الاتحاد المغربي للشغل. واليوم نعتبر هذا الاتفاق هو مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لانتزاع باقي المطالب إن شاء الله. وبهذه المناسبة ونحن نوقع على هذا الاتفاق عشية فاتح ماي عيد العمال وعشية عيد الفطر، أتمنى من خلالكم وأوجه التهاني ديالنا للطبقة العاملة المغربية، ونتمنى لها عيش كريم